مرة صرت يوم من الأيام اللي بشتغل أحسن حاجة مطبقة على معظم المحاور. نبدأ بمحل 16 كيلو بس نتعرف حتى الآن شو بنستخدم في الاتجاهات السوبر الاتجاهات اللي بتتكلم معاك. أيضا بنأكد على كافة القناة بمحل السيارة الأخرى لحد المحل كمان دعمنا بشكل جيد. طريق دايري في بعض في مصيبة أحسن حاجة نقول عليها أعلى بالمتوسط في إفادة السعر الزراعي والتزكية في موقف كلام جديد في رحلات مرور القديمة من مرحلة الاتجاه القاهرة. لكن هي تسعة عشر دايري بالكامل الحمد لله الحالة كويسة جدا ما عندناش عندنا طبعا استمرار في الحالة الجوية ما زلنا ما عندناش أي استمرار في أي سبورة أو أمطار ما بتطلعش مع الحركة كتير بأي طريق سريع. أنا طبعا سلام للجميع بفتح الجماعة الإسلام. لكن أيضا الحاجة المهمة جدا هو طبعا لكن أنا مع حضراتكم مع جميع قائد المرتبات إن شاء الله وزارة الداخلية تبدأ قرار مجلس الوزراء اعتبار من 15 ان شاء الله عن استعراض المحمول التثبيت اعلى او المحمول التثبيت على 4 على الطريق الدائري وايضا داخل القاهره من الساعه 6 صباحا لحد الساعه 12 نصف الليل يوميا من 15 ان شاء الله. طبعا الجميع ان التواجد الامني هيبقى مكثف على مناطق محور الدائري بالكامل مع افتتاحه طبعا وحركه عليه ان شاء الله هيبقى بديل جيد جدا للطرف الثاني والتدافع. ايضا بتاكد مدير وزاره الداخليه مع جميع قائد سيارات النقل وايضا رجليها المحطوطه تزيد على 4 عن سام بالقرار الحاضر حاضر الصباح حتى الساعه 12 نصف الليل. طبعا هيتم استخدام كافه الاجراءات القانونيه مع ان شاء الله يا فندم. بنشكر حضرتك سيادة الرائد محمد الشربيني من الإدارة العامة للمرور وموضوع سير عربيات النقل من سيرة 12 ممنوع ده. يعني بصي الناس كلها سعيدة شهدت سعيدة.